تمام. طيب بسرعة كده نعيد اللي كنا قلناه، احنا بنتكلم على حاجة اسمها الجايدد ويفز، يعني الويف ماشية في جايدد ميديوم زي مثلا بارل بليت او ريكتانجولار ويف جايد او سيركولار ويف جايد او ايا كان الويف جايد اللي ماشي في الويف. ويف جايد معناها ايه؟ معناها ان انا عملت جايدنج للويف كده، يا اما بين ترو بارل بليت زي ما احنا شايفين كده، او حطيتها ايه افقي او رأسي، بحيث ان الويف اصبحت ماشية في حاجة جايدد باوندد ميديوم. النوع الثاني اللي احنا كنا درسناه السنه اللي فاتت اللي هي البروباجيشن في الفري سبيس او الانجايدد، وكان الويف ماشي عباره عن تي اي ام. تمام. ايوه في حاجه، اي سؤال معاك يا دكتور؟ تمام. وقلنا لو افترضنا ان الويف ماشيه مثلا في اتجاه زد، اللي بيفرق ما بين الويف تي اي ام او تي او تي ام هو المركبه اللي في اتجاه زد، اللي في اتجاه البروباجيشن، الاي او الاتش. لو الاي والاتش في اتجاه زد الاثنين بصفار فدي بيسموها تي اي ام. لو الاي زد هي بتساوي صفر بيسموها ترانسفير الكترومغنتيك الكتريك فيلد اللي هي تي اي. لو الاتش زد اللي بتساوي صفر اسمه تي ام. طيب دايما بنكتب كده الاتش والاي، هي لها ثلاث مركبات كمتجهات، لها ثلاث مركبات اي اكس اي واي اي زد واتش اكس اتش واي اتش زد. ودايما كل المركبات دي بقى فانكشن في اكس واي وزد وتي. دايما بنقول ان التغير مع التايم هو عباره عن تايم هارمونكس، ان الاي والاتش تغير مع يو سي جي اوميجا تي، عرفناها خلاص. نيجي بقى التغير مع الاكس واي وزد. لو افترضنا ان انا الويف دي بتمشي في اتجاه زد، فتغير مع زد عباره عن اكسبوننشال خلاص. ودايما انا بسمي المركبه دي اي زد، اي سمول زد. المركبتين التانيين اتش اكس واي واتش واي واي اكس واي واي دول بيسموهم ترانسفيرز كومبوننت، بتاخد حرف التي. فممكن اقول ان الاي الاي بتاعتنا دي عباره عن اي اكس واي زد، عباره عن اقول كده فين كنا قلنا، عباره عن اي ترانسفيرز اكس واي وزد او اكس واي. هنا ايه؟ نجيب القلم. كنا قلنا الـ x y z هقسمها حاجتين، هقسمها خلينا نكتبها بالاحمر. x y z هقول عبارة عن x x y دي، خلي بالك مش z بقى خلاص، x y دكتور مش ممكن تكون ترانسفيرز بس برضه تعتمد على الزد. اسف معلش، اسف. احنا قلنا الاي اكس واي زد كده لها ثلاث مركبات، هناخد مركبتين اتنين مع بعض اللي اسميهم اي ترانسفيرز اللي هم دول، اللي هي دي اي ترانسفيرز خلاص، اللي هم المركبتين دول واقول عليها واسميها متجه خلاص، اكس اتش اللي هم الاي اكس واي واي، زائد المركبه الثالثه اللي هي العموديه اللي هي ايه في اتجاه البروباجيشن اسمها اي زد. تمام كده؟ تمام. وقلنا ان الاي دايما فانكشن في اكس واي وزد. مش فانكشن في، لو مش فانكشن في اكس واي اللي هي احنا قلنا عليها دي انباوندد، انما لو كانت باوندد، لو باوندد في اكس يبقى هتبقى فانكشن في اكس، لو باوندد في واي يبقى هتبقى فانكشن واي خلاص. فهي تبقى فانكشن في الحاجه اللي الويب بتغير معاها، فهي دايما بتغير مع زد لان الويب بتمشي في زد مثلا يعني خلاص. تمام. اذا التي اي ام تبقى تلاقي فانكشن في زد بس. طب التي اي او التي ام هتلاقيها ممكن تكون فانكشن في اكس واي وزد او احدهم، يعني اكس وزد او واي وزد او الاثنين مع بعض. واضح كده؟ معاك يا دكتور. تمام. طيب نيجي بقى للمركبه اللي هي دي، ده هي اللي هي نقول عليها ايه، هسمي هنا ممكن اقول بسم الله الرحيم، لو افترضنا مثلا انا عندي اللي هي دي، ده غلط كده انا اكتب هنا في حاجه غلط، هنا دي اكس واي وزد. خلاص هقسمها حاجتين، اي ترانسفيرز في اكس واي بس،
خلاص مضروبة في فانكشن تانية اسمها اي اس جي او اس جي او اس جاما زد. فانا جبت التغير مع اكس واي وقسمته جبته لوحده وضربته في تغير مع زد. نفس الكلام هنا المركبة اللي هي في اتجاه زد دي هي برضو فانكشن في اكس واي وزد اللي هاخدها لوحدها كده. طبعا مكتوبة غلط. هي المفروض هنا عبارة عن اي اوف زد في اكس واي اضربها تاني في اي اس اس طبعا هي سالب جاما زد ماشي في اتجاه موجب زد ده برضو ايه سالب. فانا قسمت برضو مركبه اللي هي في اتجاه زد دي كده لحاجتين اللي هي دي حاجتين داله فانكشن في اكس واي اسمها اي زد وداله تانية فانكشن في زد. حد كده في مشكله يا شباب؟ تمام كده معاك يا دكتور. طيب انا ما كتبت فوق بقى اللي هي الجزء ده اي اكس واي دي بس ما كنتش كتبت انا في فانكشن في زد لان طبعا انا عارف ان الاثنين دول كده هيتضربوا في الاخر في ايه في اس سالب جي جاما زد عشان كده كنت كاتب اي اس اكس وواي يعني بس بجيب التغير مع اكس وواي وانا عارف التغير مع زد هو اي اس سالب جاما زد. تمام يا دكتور. نعم ممكن حضرتك تبدا المحاضره من الاول لان الربع ساعه بتاع المره اللي فاتت ما كناش مركزين فيها ومش في متذكرين حضرتك. انا بعيد دلوقتي اللي انا قلته المره اللي فاتت. انا دلوقتي بدات الكتابه مش باينه يعني احنا مش واخدين بالنا من اللي بيتكتب. طيب اقول تاني انا ده كنت غايب المره اللي فاتت. انا بعيد تاني اللي قلته المره اللي فاتت. احنا دايما بقول الاي والاتش اللي هما دول الاي واللي هما الاثنين دول شايف الاثنين دول تمام. طيب خلينا اكتبها من الاول تاني خالص عشان الناس برضو ايه تبقى هنا. كنت بقول الاي الكتريك فيلد كمتجه ده بيبقى له قلنا هو فانكشن في حاجه وله ثلاث مركبات اي اكس فانكشن برضو في نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها هنا في اتجاه اكس زائد اي واي فانكشن برضو في نفس الحاجات اهو في اتجاه واي زائد اي زد فانكشن برضو في نفس ايه ثلاثه الحاجات في اتجاه زد. تمام كده ماشي يا شباب الناس معايا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب قلنا فانكشن في ايه بقى فانكشن في اكس واي وزد وتي واي مركبه من دول فانكشن في الحاجات دي فانكشن في في الاربع حاجات دول. حد كده في مشكله؟ معاك يا دكتور. عارفين ان دايما التغير الكتريك فيلد كمتجه او اي مركبه منهم بتتغير مع تتناسب مع الاي اذا كانت الفيكتور نفسه او اي مركبه في الفيكتور ده بتتغير مع اي اس جي اوميجا تي مع التايم بيشتغل بحاجه اسمها تايم هارمونكس. تمام كده؟ معاك يا تمام. تاني حاجه ان الكتريك فيلد كمتجه او اي مركبه من مركباته تتناسب برضه اللي هو مثلا بينتشر في اتجاه زد مع زد بتتناسب مع اي اس سالب جاما زد. لو ماشي في سالب زد يبقى السالب دي موجه يعني لو ماشي في اتجاه زد يبقى تتناسب مع اي اس سالب جاما زد لو ماشي في سالب زد يبقى اي اس جاما زد. واضح كده؟ اه تمام واضح. تمام. إذا ممكن أشيل أنا التغير ده التغير أنا عارف التغير مع التايم والتغير مع الزد. تمام؟ معاك. فممكن أكتب كده إن الإي أهو الإي كمتجه فانكشن في إكس وواي وزد وتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن هسميه كده اي اسمه كمتجه
function في x و y بس, واكتب هنا بقى e اس j اوميجا t في e اس سالب جاما z. حد كده في مشكله؟ لا تمام معاك. تمام. طيب هاجي بقى للاسمول ده اهي, دي عاوز اكتبها لوحدها اللي هي اي سمول ده متجه في اكس واي هيساوي ايه؟ برضو ثلاث مركبات اي اكس فانكشن برضو في نفس الحاجات اكس واي في اتجاه اكس زائد اي واي فانكشن في اكس واي في اتجاه واي زائد اي زد في اكس واي فانكشن في اكس واي في اتجاه زد. لحد كده في مشكله؟ لا معاك يا دكتور. تمام. الاثنين دول انا هسميهم اسم كده, هقول عليهم هسميهم كده اللي هو اي ترانسفيرز كمتجه في اكس واي, لانه هو عباره عن ايه؟ مركبتين, عشان كده سميته متجه. هل كده في مشكله؟ لا تمام. اللي انا عملته مع الاي هعمله مع الاتش, يعني ممكن اكتب كده الاتش نفس الكلام بس هوصل بس للاتش الاتش اكس هسميها اتش اكس اتش كمتجه اكس وواي, هوصل اللي انا وصلت له ده كله واسميها بس كده اتش ترانسفيرز كمتجه اللي فيه مركبتين اكس في اتجاه اكس واي اهو خلاص, زائد ده الترم ده اللي هو اي اتش زد اكس واي في اتجاه زد. طبعا زي ما انا وصلت هنا لده كده عملت الاتش. هل كده في مشكله؟ معاك يا دكتور. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ الناس كلها معايا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. كويس جدا. طب نيجي بقى نشوف كده, احنا الترم اللي فات قلنا نكتب هنا الترم اللي فات قلنا لو انت عندك وسط انباوندد يعني ما فيش لا باوندنج في فوق في فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال, الوسط ده دي كده باوندد عندنا في الفري سبيس انباوندد, يعني معناها التغير مع اكس واي منتظم, يعني ما فيش تغير مع اكس واي, الويف بس بتغير مع زد. فالسنه اللي فاتت قلنا ان الاي والزد والاتش بس كانوا فانكشن في زد وتي مثلا, او الويف كانت بتمشي في اتجاه زد, زد وتي زد وتي طبعا ده كمتجه خلاص. عشان كده كنا سمينا ده كده حاجه اسمها ايه, حاجه اسمها تي اي ام, ما كانش في تغير مع اكس ولا واي, تي ام. تمام كده يا شباب؟ معاك يا دكتور. يعني لو جينا طلعنا فوق كده نعدل على الكلام اللي احنا قلناه فوق بقى, ده في التي ام هي المعادله اهي, المعادله دي في حاله التي ام ايه اللي هيتغير في المعادله دي؟ مش هتعتمد على اكس واي بالظبط كده, يعني المعادله دي هتبقى عباره عن ايه؟ اي باور جي اوميجا تي في اي باور ماينس جاما زد, بس المعادله دي الاي الاي داش اللي هي السمول داش دي اكس واي هتقول لي ايه في الاخر؟ هل في تغير, هل التغير ده موجود؟ هل اي اكس اكس واي ده موجود؟ لا مش موجود, هيبقى ده بواحد يعني, او سمينا الاي ثابت يعني ثابت اللي هو الاي زيرو خلاص ثابت, وهيبقى ده برضو مش موجود ده بواحد, كل ده يبقى ايه يعني, فهتلاقي المعادله دي تقول كده في الاخر كده اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت اللي هي ثابت زيرو. طبعا يعني هنا ايه في عندك بقى ايه, شوف المركبات اللي موجوده عندك يا اما في اتجاه اكس زائد
اتجاه واي زائد في اتجاه زد. نشوف المركبات اللي موجوده لكن هي مضروبه في كل دي سوابها مش واي زد في اي وسي جي اوميجا تي في اي سالب جاما زد. تمام كده؟ تمام معاك. تمام. وان احنا بقول لي بقى كنا احنا عندنا السنه اللي فاتت او الفري سبيس كان الويف بس دي ماشيه في اتجاه زد. تمام. يعني المركبه دي ما كانتش موجوده, ما فيش مركبات في اللونجيتيودنال صح. قلنا المركبات في اللونجيتيودنال تمام او الاي زد ما كانتش موجود, مش احنا قلنا الاي زد مش موجوده معاك يا دكتور. تمام. اذا مركبه في اتجاه زد مش موجود هيبقى بس عندك موجود يا اما مركبه في اتجاه اكس يا اما مركبه في اتجاه واي. خلاص اي واحده فيهم. يعني لو كان عندك اي اكس هيبقى عندك اتش واي, لو عندك اي واي هيبقى عندك اتش اكس حسب الويف ماشي في اتجاه زد او سالب زد. تمام كده معاك كده. السنه دي بقى لا, ده احنا عندنا وضع مختلف, عندنا في تغير مع اكس وواي, عندنا ايه جايدد ويف. فده اللي احنا هنتكلم عنه. انا بس بوضح لكم يعني هنكمل ازاي. طبعا ده المفروض تكمله للكورس بتاع السنه اللي فاتت. تمام. حد كده واضح اللي احنا قلناه؟ تمام. اي سؤال اي استفسار؟ ايش يا شباب؟ ماشي مع حضرتك. وقول لي هنا عندك بقى الجايدد ويفز دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثال كده, يعني انبوبه مثلا مجوفه ماشي فيها الويف, ممكن تكون شكلها مثلا ريكتانجولار سيركولار اي حاجه, او ممكن برضو يكون عندك اكسل كيبل او تو بارل بليتس محدودين مثلا من اكس او واي والويف ماشيه جواه ما بينهم. فديت الجايدد ويفز. هو هنا ده اللي انا اتكلمت عنه, هو اي اي عباره عن فانكشن في اكس واي وزد. طبعا ما حطيتش تي هنا, يعني عارف ان هي بتتعامل مع تي اي سي اوميجا دي ده اللي احنا قلناه, وبتقسم كذا اي داش وعلى وزائد مركبه الاتجاه زد وهكذا. ده اللي احنا شرحناه من شويه. مطلوب كده مفهوم كده يا شباب؟ اه واضح. طيب وقلنا قبل كده حتى في الترانسميشن لاين الجامبا دي عباره عن ايه؟ يعني اللي هو بروباجيشن كونستنت الفا زائد جي بي الفا زائد, والالفا دي تمثل ايه؟ الاتنيويشن. والبيتا الفيس كونستنت. الفيس كونستنت. طب لو انا عندي ويف, مش احنا قلنا دايما الويف بتتناسب مع زي احنا قلنا اهوت في الشرح هنا فوق هنا اهي الويف ايه تتناسب مع اي اس سالب جاما زد. تمام. الجزء ده المعادله دي اي تتناسب مع اي اس سالب جاما زد, واحنا قلنا جاما عباره عن الفا زائد جي بيتا. تمام معاك. لو الفا دي بصفر ايه اللي يحصل للويف؟ مش هيبقى فيه اتنيويشن. مش هيبقى فيه اتنيويشن, الويف هتنتقل من غير اي اتنيويشن, هتنتقل من مكان لمكان بدون اي اتنيويشن. طب لو بيتا اصلا اللي بتساوي صفر وفي الفا بس, دي معناها ايه؟ هيبقى فيه اتنيويشن بس الفيز مش هتغير. يعني معناها اصلا الويف دي هتموت, يعني الويف دي بتقل مع الزد, بتضمحل مع الزد, يعني مسافه معينه كده تلاقي الويف ماتت. بيسموها ايفانيسنت ويف. ايفانيسنت ويف يعني معناها ان الويف دي بتمشي مسافه صغيره جدا وبعدين تموت ما تتنقلش لو بيتا دي بصفر. تمام معاك. تمام. طيب نكمل هنا. فاذا الجامعه عباره عن الفا زائد جي بيتا, والمفروض اصلا لو انت بتبعت ويف لازم يكون هي جي بيتا بس, الفا دي مش موجود, بس لسوء الحظ طبعا احيانا بيبقى في لوسز يعني فبحط الالفا. تمام معاك يا دكتور. طيب كويس جدا. دلوقتي عاوزين بقى نشوف المفروض نعمل ايه. يعني ايه المفروض لو انا مثلا اديتك مثلا جايدد ميديوم وانا قلت لك ايه عاوز ايه المطلوب مننا, يعني عاوزين نعمل ايه؟ اول حاجه عاوز تعملها تجيب حاجه اسمها الويف ايكويشن. عاوزك تجيب لي حاجه اسمها الويف ايكويشن اللي هي السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن, خلاص اللي بيسموها هولمهولتز ايكويشن. تاني حاجه تحل الويف دي ايكويشن دي وتجيب لي الفيلد كومبوننت, تجيب لي الفيلد كومبوننت.
او الحل بتاع الويف ايكويشن الفيلد كومبوننتس اللي هم الستة كومبوننت 3E و 3H اللي هم الE والH. بعد كده تالت حاجة تروح تشوف لي حاجة اسمها الويف بارامتر. الويف بارامتر يعني حاجة اسمها الويف مثلا امبيدنس الفيز فيلوسيتي البارامترز المختلفة بتاع الوش والباور اللي ماشي قد ايه واللوسز اللي هتضيع قد ايه. فدي كلها بجيبها بعد ما بحل البروبلم عندنا واجيب حاجة اسمها الويف بارامتر. مش كده يا شباب؟ اذا اي مسألة هنتكلم عنها او اي بروبلم هنتكلم عنها اي جايد هنتكلم عنه لازم اعمل الحاجات دي كلها. اروح اجيب الويف ايكويشن اللي هي المولتز ايكويشن واجيب الفيلد كومبوننت بتاعتنا الاي والاتش المختلفين وبعدين احل منهم بقى اجيب حاجه اسمها الويف بارامتر اللي هي الويف امبيدنس والفيز فيلوسيتي واي بارامترز ثانيه انا عايزها والباور ترانسميتد والباور لوسز والكلام ده كله. تمام. طب عشان ابدا الكلام ده كله عشان احل اجيب الكلام ده كله ببدا دايما من ماكسويل ايكويشنز. ببدا منين؟ معادلات ماكسويلز. خلاص اول حاجه عشان اجيب الويف ايكويشن ببدا من معادله ماكسويل. عشان احل الفيلد كومبوننت بجيب ماكسويل. كل حاجه ببداها من ماكسويل ايكويشن. تمام كده. طيب ايه هم بقى ماكسويل ايكويشنز اللي هم الاربعه دول؟ هنا الاربعه تحت. ماشي ابدا من الماكسويل ايكويشنز دول يا جماعه اللي هي ايه؟ كيرل اي بتساوي سالب جي اوميجا ميو اتش وكيرل اتش بتساوي جي اوميجا ابسلون اي زائد سيجما دي اي زائد جي اكسترن. المعادله دي طبعا المعادله دي عارفينها ولا مش عارفينها؟ اه تمام. المعادله دي كان اصلها بتساوي سالب كام بارشل بي باي بارشل تي. بعد كده اصلا كده شلت البي واحد بدل ميو اتش وفضلت بالنسبه للزمن طلع جي اوميجا. خلاص ماشي كده. والمعادله اللي تحت دي كان اصلها بارشل اي باي بارشل تي ماشي بارشل دي بارشل دي باي بارشل تي. شلت دي بحط بدلها ايبسلون اي وفضلت بالنسبه للزمن طلعت جي اوميجا. ماشي كده؟ معاك يا دكتور. طيب انا طبعا انا في الويف جايد عندي لو افترضنا مثلا ببعت في ويف جايد عندي هنا جايد اهوت ببعت فيه فانا عاوز ادرس الويف جوه هنا. انا بفترض ان انا بعيد عن السورس يعني انا مش عندي ترانسميتر ما عنديش سورس هنا. فالمفترض ان انا الجي اكسترنال دي اللي تمثل السورس بتاع الويف مش موجود انا بعيد عنه فافترض ان هو مهمل بالصفر. تاني حاجه بفترض كمان ان الوسط بتاعنا ده او الداي الكتريك اللي ماشي فيه الويف جوه في جوه داي الكتريك له حاجه اسمها ميو وله حاجه اسمها ايبسلون. وكمان المفروض في الداي الكتريك ده في حاجه اسمها سيجما داي الكتريك. انا بفترض ان الوسط اللي جوه بيرفكت داي الكتريك يعني سيجما بتاعته بصفر. لما السيجما بصفر الترم ده هيبقى بصفر وده بيسموه كوندكشن كارنت. فبهمل الترم ده كمان فاصبح بس في الماكسيمال ايكويشنز عندي ايه؟ عندي المعادله دي والمعادله دي. تمام كده. اذا اهملت انا افترضت ان انا سورس فري ان انا بعيد عن السورس وافترضت ان انا الوسط اللي ماشي فيه الويف هو عباره عن ايه بيرفكت داي الكتريك يعني السيجما دي بتاعته بصفر. تمام كده. معاك كده كويس. المعادلتين دول بيسموهم حاجه اسمها فيكتور ايكويشنز. فيكتور ايكويشنز كل معادله فيهم بتتحل لا تطلع منها ثلاث معادلات. كل معادله منهم بتتحل بتطلع منها ثلاث معادلات. اصبح عندي كده ست معادلات. في عندي كم معادله؟ تقول هنا في كم معادله؟ سته. خلاص معايا يا شباب؟ اه معايا. عاوز احل الثلاث معادلات دول بقى او الست معادلات دول بقى. اول حاجه كيرل اي بكتبها كده كيرل اي بكده كده. الكيرل عباره عن اكس متجه واي متجه زد متجه بقول بارشل باي بارشل اكس بارشل باي بارشل واي بارشل باي بارشل زد اي اكس اي واي اي زد. دي بتاع اول معادله.
بتساوي سالب جي اوميجا ميو، والاتش ده في اتجاهها التيرم المركبه بتاعتها اتش اكس في اتجاه اكس، اتش واي في اتجاه واي، ده اتش زد في اتجاه زد. حد كده في مشكله؟ لا تمام تمام. طبعا انا عاوز اجيب، عاوز افك المحدد ده. المحدد ده يتفك ازاي فاكرين؟ اقول اول حاجه اخد الاكس اكس متجه اكس واضرب ده في ده ناقص ده في ده، يبقى اقول كده اكس افتح قوس بارشل اي زد باي بارشل واي بارشل اي زد باي بارشل واي ناقص طبعا هنا ايه ناقص كام بارشل اي واي باي بارشل زد. ده اول جزء. بعدين اخد الواي اقول سالب واي سالب واي، بعدين اقول بقى بارشل اي زد باي بارشل اكس في ناقص بارشل اي اكس بارشل زد. انا بفك المحدد يا شباب، فك المحدد ده، عارفينه ولا مش عارفينه؟ اه تمام بارشل اي تمام يا دكتور تمام. ما تقولي كده بارشل اي زد باي بارشل اي اكس ناقص بارشل اي اكس. الكلام ده هعمله كتير بعد كده في شغلنا. باي بارشل ايه بارشل اي اكس باي بارشل زد. بعد كده زائد الترم الثالث بقى زد اتجاه واحد زد في بارشل اي واي في اتجاه بارشل اكس بارشل اي واي باي بارشل اكس ناقص بارشل اي اكس باي بارشل واي. تمام كده يا شباب؟ تمام. هساوي اللي مع اكس من الناحيه الشمال باللي مع اكس من الناحيه اليمين، واللي مع واي في الناحيه الشمال باللي مع واي في الناحيه اليمين، واللي مع زد في الناحيه الشمال باللي مع زد في الناحيه ايه اليمين. هيطلع من عندي هنا في المعادله دي ثلاث معادلات. تمام؟ تمام. اول معادله اللي هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بارشل اي زد اللي هي دي بارشل اي زد باي بارشل واي ناقص بارشل اي واي باي بارشل زد هتساوي سالب جي اوميجا ميو اتش اكس. المعادله الثانيه سالب في الاول كده شيل بقى الواي دي بارشل اي زد باي بارشل اكس ناقص بارشل اي اكس باي بارشل زد هتساوي سالب جي اوميجا ميو اتش واي. المعادله الثالثه بارشل اي واي باي بارشل اكس ناقص بارشل اي اكس باي بارشل واي هيساوي اتش زد اللي هي سالب جي اوميجا ميو اتش زد. تمام تمام. بالمثل بقى هعمل اللي انا عملته في المعادله رقم 2 5 هعمله في المعادله رقم 2 6 بالظبط. هيطلع عندي في الاخر ست معادلات بالشكل ده كده. ادي ثلاث معادلات بتوع الاي اكس اللي هو بتاع اول معادله بتوع ديت، والمعادله الثانيه الثالثه لها ثلاث معادلات. تمام ماشي يا شباب؟ واضح ولا ايه؟ اه واضح تمام. اول معادله اهي بارشل اي زد باي بارشل واي اهي بارشل اي زد باي بارشل واي ناقص بارشل اي واي باي بارشل زد ناقص بارشل اي واي. المفروض هنا بقى خلي بالك هنا بارشل باي بارشل زد دي كده هتديك ايه؟ بارشل باي بارشل زد مش احنا عارفين التغير بتاع الاي اي مركبه للاي مع اي اس سالب جي اوميجا زد مش احنا قلنا الاي تتغير مع اي اس سالب جاما زد صح؟ اه تمام. يبقى البارشل باي بارشل زد يديك ايه دايما؟ ماينس زد ماينس جاما ماينس جاما ماينس جاما. فممكن اشيل انا البارشل باي بارشل زد احط بدلها ماينس جاما، فماينس ماينس يديك بلس جاما فيديك هنا جاما زد يديك الترم ده سوري ماينس جاما يعني ماشي؟ تمام.
وهنا هيديك هنا بتبقى عندك بقى في الطرف الثاني سالب جي اوميجا ميو اتش اكس سالب جي اوميجا ميو اتش اكس تمام تمام كده تمام طيب كويس جدا اللي انا عملته بقى هنا في اول معادله دي هعمله طب هو اللي انا عملته في المعادله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه تمام كده طب الست معادلات دول بقى هم الاساسيين عندنا انا عندي ست مركبات اتش اكس اتش واي اتش زد اي اكس اي واي اي زد عاوز اجيبهم فبحل الست معادلات دول مع بعض واطلع منهم ست مركبات واضح يا شباب معاك تمام كويس جدا طيب همسح بس اللي كتبته ده عشان ايه هاجي هاجي ابص للمعادلات دي كده قال لك ايه قال لك انت ممكن تلاقي تجيب يعني تجيب الاي اكس والاي واي واتش اكس واتش واي بدلالة الأربعة دول كده اللي هم ترانسفيرز يعني بدلالة مركبتين اللي هم إي زد وإتش زد إي زد وإتش زد اللي هم مركبات اللينجوتيودنا تمام كده؟ أو يعني كأنك أنت عندك الإي زد وإتش زد هجيب منهم إيه؟ هجيب منهم الأربع مركبات دول يعني أنا عاوز أحل ستة دول مع بعض وأطلع منهم يعني أربعة بدلالة اتنين ده في مشكلة؟ لا تمام تمام طيب بص الأول معادلة اهي المعادلة الأولى ده اهي اللي هي بالأحمر دي مع المعادلة اللي هي ده اللي هي بالأحمر ده هتلاقي المعادلة اللي فوق دي اللي بالأحمر اللي فوق دي كده فانكشن يعني عبارة عن ايه عندك اي زد سوري مش دي عندك الاي واي والاتش اكس وتحت برضو في الحمرة تحت دي عندك برضو EY و HX يعني المعادلة فين حمر دول في EY و HX خلاص بدلالة HZ و EZ EZ و HZ خلاص معايا يا شباب خلينا اصغرهم كده المعادلة الحمرة دي واللي تحت دي الاثنين في EY و HX في EY و HX تمام معاك. فالمطلوب دلوقتي ان انا عاوز اجيب يعني احلهم مع بعض واطلع الاي واي بتساوي كام واتش اكس بتساوي كام عاوز اطلع منهم الاي واي بتساوي كام واتش اكس بتساوي كام طبعا بدلاله ايه بقى بدلاله الاثنين دول هيبقوا بدلاله ايه بدلاله بارشل اي زد باي بارشل واي وبارشل اتش اكس باي بارشل ايه بارشل اتش زد باي بارشل اكس اكس بارشل اتش زد باي بارشل اكس تمام معايا كده اعمل ايه بقى عشان اعمل كده عشان اطلع الاي واي واتش اكس بدلاله الاي زد واتش زد هو دي انا احل المعادلتين يعني مثلا عاوز اطلع مثلا اول حاجه نبدا باي واي الاول فانا هضرب المعادله الاولى دي في حاجه بحيث ان انا اطير الاتش اكس اتش الاتش اكس خالص مع تحت وفوق فاضرب المعادله اللي فوق في كام لو ضربتها فوق هنا في مثلا في جاما تحت ضربت في سالب جي اوميجا ميو وجمعت المعادلتين مع بعض واضح الفكره واضح يعني فوق دي هضربها في كام اقول هضربها مثلا في وليكن في ايه عشان اعمل سالب جاما مثلا هضرب دي خليني عشان بس اشوف انا عملت ايه عشان ايه نفس كده سالب جاما اضرب اللي فوق دي بسالب جاما خلاص واضرب اللي تحت دي في جي اوميجا ميو يعني هضرب الطرفين الاثنين دول في جي اوميجا ميو واضرب فوق الطرفين في سالب جاما واجمع المعادلتين مع بعض اجمع المعادلتين مع بعض لو عملت كده نشوف ايه اللي هيحصل اللي في الاول في المعادله هاخد المعادله دي الاول اهوت يبقى عندك هنا سالب جاما بارشل اي زد باي بارشل واي
زائد يبقى بقى ناقص جاما سكوير يو واي هتساوي جي اوميجا ميو جاما اتش زد. اللي في مشكله يا شباب؟ تمام كده؟ معاك. طب المعادله دي بقى المضرب بقى الطرفين في ده جي اوميجا ميو في الطرفين هيديك ايه بقى هنا؟ هيديك سالب جي اوميجا ميو اتش اكس طبعا جاما اتش اكس ناقص جي اوميجا ميو بارشل اتش زد باي بارشل اكس هيساوي هنا بقى لما بضرب جي في جي يبقى يديك سالب واحد واوميجا تربيع ميو ابسل يبقى ايه سالب اوميجا تربيع ميو ابسلون اي واي تمام كده؟ معاك يا دكتور تمام طيب لو انا جيت بقى هجمع دلوقتي بس عشان اجمع بقى صح يعني ودي لي فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم ودي دول الناحيه الثانيه كده يعني دول كده الناحيه الثانيه مع دي خلاص وخليها يساوي صفر يعني خلي ده الاثنين دول يعني البارشل جاما بارشل اي بارشل واي ناقص جاما سكوير اي واي وده الناحيه الثانيه مع جي اوميجا ميو جاما اتش زد يعني ودي دي الناحيه الثانيه في مشكله كده؟ لا تمام يبقى كلهم بالزائد وبيساوي صفر يبقى دي اصبحت لو ده زائد اهو وده زائد وهنا زائد ده بيساوي صفر ده في مشكله لا تمام نفس الكلام هنا ودي دي الناحيه الثانيه ودي ده اهي الناحيه دي كده وخليها بيساوي صفر يبقى دي اصبحت السالب ده هيبقى زائد هيبقى زائد وتساوي صفر هتجي في مشكله اجمع بقى الاثنين مع بعض اجمع المعادله دي مع المعادله دي اجمع الاثنين دول مع بعض اجمعهم مع بعض ايه اللي هيحصل الترم ده هيروح مع الترم ده الترم ده هيروح مع الترم ده هيروح مع الترم ده تمام والاي واي موجوده هنا وموجوده هنا مش كل خدها مشترك صح تمام بس يا دكتور عدلها بس اللي هي ال اتش زد خليها اتش اكس اللي هي فوق فين المعادله اللي هي اللي فوق اللي هي جي اوميجا ميو جاما اتش اتش اكس اتش اكس دي معلش اسف دي اتش اكس تمام ماشي كده معاك يا دكتور طيب قلنا دي الترم ده هيروح مع الترم ده اخد بس هنا اي واي مشترك اهوت تبقى هنا اي واي موجود معاه هنا موجود مع الاي واي هنا جاما سكوير زائد وموجود هنا مع الاي واي جاما اوميجا تربيع ميو ابسلون خلاص بعد كده زائد اهو خلاص خدنا اي واي دي مع بعض الاثنين دول بقى عندك بقى هنا في المعادله الاولانيه جاما اي بارشل اي زد باي بارشل واي طبعا دي كانت اي زد بقى عندك هنا جاما بارشل اي زد باي بارشل واي ومن تحت فين المعادلة دي صح؟ ناقص جي أوميجا ميو بارشل اتش زد
باي بارشال اكس. معايا كده يا شباب؟ اه معايا كده. تمام. انا بس هنا في اشاره، حاسس ان في اشاره غلط، في اشاره مش مظبوطه. المفروض دي يا جماعه راجعوها تاني كده. طبعا ده هيساوي صفر ماشي، ده هيساوي صفر. المفروض ده هتبقى بالسالب عشان بس ايه يبقى الكلام في حاجه غلط احنا عملناها هنا. تمام، هتبقى سالب. تمام كده معاك. طيب المهم يبقى ايه واي هتساوي كام بقى؟ يو واي هتساوي كام؟ هتساوي واحد على الكلام ده على اوميجا تربيع زائد، او تقريبا دي هنا في دي او دي موجب ودي سالب، يعني هما الاثنين دول هيبقوا زي بعض. لا هو سالب سالب فعلا يا دكتور، هو بس حاجه سالب سالب صح؟ دول سالب، اثنين سالب ولا اثنين موجب؟ الاثنين سالب، هيبقوا الاثنين موجب. معلش ده هيبقى موجب برضو، ده هتبقى موجب. تمام كده رجعوها بس، يعني دي هتبقى موجب. معايا؟ اه معاك دكتور. خلاص الاثنين دول يروحوا الناحيه الثانيه هيبقوا بالسالب كده، في مشكله؟ تمام. اه تمام. واقسم على جاما تربيع زائد اوميجا تربيع ميو ابسل، هيبقى هيديك في الاخر المعادله دي. ده ايه جبت ايه؟ لا تصدق كان كنا ماشيين صح، كنا جبنا جي بي اي واي، لكن بس من اي واي كده معلش، الاي واي خلينا في الاي واي. الاي واي الاي واي فين؟ لا لا فيها واحدة، احنا كنا ماشيين صح ماشي. طيب خلينا كنا زي ما احنا سيبها زي ما كنا عاملينها، كنا ماشيين صح يعني ما فيش فيها مشكلة، بتساوي صفر يبقى هي صح ماشية صح. هيطلع بقى هنا فين ال بالمعادلة دي بقى يا شباب؟ خلاص هيبقى الاي واي بتساوي، خلينا اكتبها هنا، نكتبها الاي واي هتساوي، ودي دول الناحية الثانية واقسم على الجاما تربيع. بقول هنا واحد على جاما تربيع زائد أوميجا تربيع افتح قوس، بدي تروح الناحية الثانية يبقى بالموجب، بتروح الناحية الثانية بالسالب. مظبوط كده؟ يبقى جي اوميجا، او خلينا نبدا اول بدي، يبقى سالب جاما بارشل اي زد باي بارشل واي، بعد كده زائد دي هتروح ناحيه ثانيه يبقى زائد جي اوميجا ميو بارشل اتش زد باي بارشل اكس. ماشي كده يا شباب؟ حد جاي في مشكله؟ ايه يا شباب؟ لا معاك في مشكله كده؟ لا تمام تمام. طب لو انا خدت بقى السالب ديت من جوه كده حطيتها بره، حطيت سالب هنا كده، خليكم ركزوا معايا في الحته دي، حطيت سالب هنا كده ايه اللي هيحصل؟ اغير الاشارات اللي جوه القوس. اه يبقى دي هتبقى زائد اهي، ودي تبقى ايه؟ ناقص كده. في مشكله؟ لا تمام تمام. فده دي اول معادله اسمها اي واي، نتاكد كده من الاي واي اللي تحت اللي احنا جبناها تحت. الاي واي اللي هي دي اهي، دي سالب واحد على جاما تربيع زائد اوميجا تربيع ميو ابسلون اهي فوق اهي، سالب واحد على كذا خلاص. طيب اللي جوه القوس جاما اي اي بارشل اي زد باي بارشل واي، هل اول ترم هو كده؟ اه جاما بارشل اي زد باي بارشل واي. الترم الثاني سالب جي اوميجا ميو اهوت، سالب جي اوميجا ميو بارشل اتش زد باي بارشل اكس. حد جه في مشكله؟ لا تمام معايا كده. تمام كده يا شباب؟
كده نكبر بقى تاني لحد كده مظبوط ولا ايه؟ ولا في مشكلة؟ لا تمام. انا عملت دلوقتي كده عملته مرة واحدة بس، انا هعمله كمان ثلاث مرات خلاص. طيب نرجع تاني همسح الكلام ده كله بقى، خلاص انا بقول لكم بس الخطوات بتتم ازاي. كنا احنا خدنا الاول المعادله دي اهي، خلينا نكبر كده اهو، خدنا اول معادله دي حلناها مع الحمراء اللي تحت، جبنا منها وطيرنا الاتش اكس حلناها مع دي، طيرنا الاتش اكس وجبنا الاي واي، ده لقيت اتش زد واي زد. بعد كده الخطوه الثانيه بقى هطير بقى دلوقتي الايه الاي واي من هنا ومن تحت واجيب الاتش اكس، هيطلع معادله الاتش اكس بالشكل ده كده، الاتش اكس هيطلع بالشكل ده كده بالمثل يا شباب. تمام كده؟ هل كده في مشكلة؟ لا معاك كده. تمام. الخطوة اللي بعد كده هاخد المعادلتين اللي هي الزرقاء الأزرق مع الأزرق، دي مع دي. منهم الـ EX والـ HY. أنا قبل كده طلعت الـ EY والـ HX. دلوقتي هحل الاثنين دول مع بعض، هطلع من الـ EX والـ HY. خلاص؟ هيطلع معادلة الـ EX بالشكل ده كده أهي. ومعادلة اتش واي بالشكل ده كده. طبعا البي دي اف مشروح فيها كل حاجه بالتفصيل. ماشي كده؟ في مشكله هنا في المعادلات دي؟ دكتور هي المحاضره هتكون طويله ولا ايه؟ اه طبعا، احنا لسه قلنا حاجه؟ طب بس الدنيا كانت بتمطر ولا علشان بس ورانا محاضره رياضه. والنت بيفصل ويجي وكده. ورانا رياضه الساعه 4 4 ونص كده. 4 طيب ونص ان شاء الله. انا خلص 4 ونص كده ان شاء الله. بس مش عايزين بس نطول المحاضره دي، نطول اللي متلاش بس النت بيروح وبيجي يا دكتور بس. حاضر ماشي يا شباب. لحد كده في مشكله؟ انا كل اللي بعمله يا جماعه ما بقولش حاجه كده. الناس معايا ولا في مشكله؟ وطبعا كل حاجه تبقى متسجله معاك، اسمعها مره واثنين وثلاثه. تمام؟ اه معاك كده. تمام يا طيب اذا خلصنا كده ان انا الفكره كلها ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب عندي ست معادلات، المفروض احلهم مع بعض اطلع منهم ست مركبات. قال لك لا خلاص انا هعمل حاجه طريقه اسهل. هاخد من ست، هعمل دلوقتي عملت دلوقتي جبت من ست معادلات دي اربع معادلات بس بدلات معادلات بدلات تو كومبوننت. خلاص؟ ماشي كده؟ حطيتهم في ماتريكس سهله جدا ولذيذه، ودي اللي هستخدمها دايما في الحل في الماتريكس دي اهي. التو ماتريكس دول عشان يكون حفظهم اسهل، عشان يكون حفظهم اسهل. اللي انا جبتها دلوقتي قعدنا اثبتناها دلوقتي على الترم ده جاما تربيع زي اوميجا تربيع مي ابسلون، انا سميته كي سي. يعني عندنا في بارامتر كده اسمه كي سي تربيع، هو عباره عن المقام اللي هو ده اللي هو جاما تربيع زائد اوميجا تربيع ميو ابسلون، وده بارامتر مهم جدا هنشرحه كمان شويه. فانا ايه هو عباره عن كام؟ سالب واحد على كي سي تربيع. افتح قوس ماتريكس، اول حاجه جاما في بارشل اي زد باي بارشل واي زائد سالب جي اوميجا ميو في بارشل اتش زد باي بارشل ايه باي بارشل اكس. فكان انا حطيت الاربع معادلات في المصفوفه بالشكل ده كده، واي واحده من دول بتيجي بدلاله الاي زد والاي والاتش زد بس. واضح كده يا شباب ولا ايه؟ تمام؟ اه معاك كده. طيب خليني بس ايه عشان برضو ايه بسم الله اهو عشان تثبت في دماغكم، دي مهمه جدا دايما احل بيها. انا عاوز اجيب دلوقتي اربع مركبات بدلاله اثنين. ايه الاربع مركبات؟ اول حاجه عاوز اجيب اي اكس واجيب الاتش واي اهم، دول جايين من معادله واحده مصفوفه واحده اهي، بتساوي كام؟ هتساوي سالب واحد على كي سي تربيع. قلنا كي سي كتبناه من شويه، كي سي تربيع. افتح قوس لماتريكس
هنا في جاما تربيع وهنا في جي اوميجا ميو تحت هنا جي اوميجا ابسلون وهنا في جاما تربيع هنا فوق بقى بارشل ببدأ دايما بإي زد إي زد باي بارشل إكس لأن أنا عاوز أجيب إكس عاوز أجيب إكس وتحت بارشل إتش زد باي بارشل وال فأصبح حفظ المعادلتين دول كده سهل جدا ولا لأ كل تحفظوا الماتريكس دي والكي سي طبعا أنت عارفها إحنا قلنا الكي سي تربيع هتساوي جاما تربيع زائد أوميجا تربيع ميو إبسل ماشي كده يا شباب؟ طب يا دكتور الجاما اللي في الماتريكس ده جاما تربيع ولا جاما بس؟ لا جاما تربيع جوه هنا جاما تربيع جاما تربيع تمام؟ مش كده؟ تمام؟ أيوة تمام خلاص وخلي بالكم من حاجة دايما مش احنا قلنا الجاما دايما بتساوي ألفا زائد جي بيتا تمام؟ تمام انا معظم شغلنا الالفا بصفر يبقى الجاما بكام جي بيتا طب الجاما تربيع بكام ماينس بيتا تربيع ماينس بيتا تربيع فدايما معظم شغلنا هشيل الجاما تربيع دي احط بدلها ماينس بيتا تربيع وهنا برضو ماينس بيتا تربيع يعني الكي سي دي تربيع دي هتساوي كام ماينس بيتا تربيع خلاص تمام كده اه معاك بس واحد يقول لي كده في يعني مبدئيا يعني مش انتوا عارفين ان بيتا اصلا بتساوي اوميجا تربيع ميو ابسلون صح؟ ايه يا دكتور ثاني سؤال؟ مش انتوا عارفين ان بيتا تربيع بتساوي اوميجا تربيع ميو ابسلون؟ صح؟ اه خلي بالك بقى من حاجه بقى انا دلوقتي بشرح دلوقتي معادلات عامه لما بقولت لك ان الويف دي بتتناسب مع جاما ديت المقصود بيها البروبيشن كونستانت داخل الويف جايد بتاعتنا اسميها انا ممكن اوديها رمز الجايد كده او اكتبها جاما ان جنرال فالبيتا بتاعتها دي اسمها بيتا جايد داخل الويف جايد هنا البيتا جايد داخل الويف جايد ممكن اسيبها زي ما هي من غير ما اديها جايد او اقول اعرف ان هي كذا طب الاوميجا تربيع ميو ابسلون دي كده دي معناها بروبيشن كونستانت بس بتاع الفري سبيس يعني لو ماشي في الفري سبيس بيبقى لها اوميجا تربيع يعني لها بيتا بتساوي اوميجا تربيع ميو ابسلون انما لو الويف ماشيه جوه ويف جايد بيبقى لها بيتا حاجه ثانيه مختلفه اسمها بيتا جايد تاني اهو لهو مش احنا الجاما دي اللي انا بكتبها دي مش احنا قلنا الويف بتتناسب مع اي والسالب جاما زد تمام صح الجاما ديت المقصود بيها البروبيشن كونستانت داخل الويف جايد انا ممكن اديها رمز كده جاما جايد مقصود بيها ان الجاما بتاع الويف جايد تمام معايا كده يبقى البيتا اسمها بيتا جايد البيتا دي اسمها ايه بيتا ايه بيتا جايد يبقى اكتبها هنا بيتا ايه جايد واضح كده تمام معايا طيب لو انت بقى بتشتغل في الفري سبيس الفري سبيس البيتا عندنا هي اوميجا تربيع ميو ابسلون يعني البيتا جايد دي بتاعتنا هتبقى هي نفسها اوميجا تربيع ميو ابسلون يبقى الكيس بتاعتنا في الحاله دي بقى هتكون بتساوي صفر وده فعلا هنشوفه كمان شويه
يعني الترم اللي هو اوميجا تربيع ميو ابسلون دي ميو نوت وابسلون نوت. لا لا الميو هي عباره عن ميو نوت، الميو عباره عن ميو نوت في ميو ار صح، والابسلون هي عباره يعني عن قصدي الترم ده مش بتاع الفري سبيس، مش مقصودش الترم ده بتاع الويف ماشيه في انجايدد ميديا، ممكن الوسط بقى ده فري سبيس او يعني ماشيه مثلا في ميه، ماشيه في هواء، ماشيه في ماتيريال تانية لها ميو ار وابسلون ار، بس هي فري في يعني يعني انجايدد، فاهمني؟ يعني الويف يعني ممكن خليك بس معايا، مش انت من خدت السنه اللي فاتت في الفري سبيس، لو الوسط بتاع الفري سبيس ده هو هواء يبقى الميو نو الميو ار بواحد والابسلون ار بواحد صح؟ تمام. طب لو وسط غير الهواء ماشيه في الفري سبيس اه ماشيه لها قيمه يعني ماشيه في في انباوندد او انجايدد، بس الميو ار والابسلون ار له قيم تاني غير الواحد، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اه. يعني انا بتكلم دلوقتي ايه، اوميجا تربيع ميو ابسلون دي كده وسط ويف ماشيه في انجايدد ميديم، الانجايدد بقى جوه الوسط اللي جوه ده ممكن يكون هواء، ماتيريال تانية لها ميو ار وابسلون ار. طب معلش يا دكتور، يعني انا عندي دلوقتي ان الكي سي تربيع بتساوي بيتا، بيتا جايد زائد الترم تاني، الترم تاني ده يعني بيمثل ايه؟ او الترم التاني ده يمثل البروباجيشن كونستانت داخل الانجايدد ميديا ايا كان بقى الماده اللي جواه، هي هواء ولا حاجه تانية؟ يعني انا في الويب جايد لما انا عندي الويب جايد هي جايدد ميديم، بس الجايدد ميديم ده انا بحسب يعني بحسبه على اساس ايه؟ يعني مثلا لو افترضنا مثلا عندي مثلا جايد مثلا عباره عن ريكتانجولر جايد كده صح، ماشي كده الويف ماشيه جوه معاك مظبوط تمام، البيتا البيتا جوه اسمها ايه؟ بيتا جايد كده، في مشكله؟ لا تمام. طب مش جوه ده ممكن يكون في هواء او وسط تاني؟ تمام صح تمام. لو انت عندك بقى وسط تاني انجايدد مش الويف ماشيه فيه لها حاجه اسمها بيتا؟ تمام صح، والبيتا بتاعته دي كده عباره عن اوميجا تربيع بيو ابسلون. انا فاهم، انا قصدي ان الحاله مثلا ان انا ان جايدد دي مش موجوده معايا في الويف جايد، يعني الويف جايد هي لا بس مش موجود. لا 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 بس انا اثبتنا وانا بتكلم بقول لك يعني انا يعني بيبقى اخد ريفرنس عندي البيتا بتاع الفري سبيس، هي مش عندي اه فاهمني، بس بقول لك ان ديت لو انا عندي ان جايدد دي البيتا بتاعته هو مش عندي في الحاله بتاعتنا فاهمني، بس انا في معادلاتي يعني باخده كبارامتر عندنا فاهمني. اه فهمتك، عشان كده قلت لك هي ميو نوت كريفرنس عندي كريفرنس لا بس ما تقولش بقى ميو هي ميو ابسلون، ما تقولش نوت بقى النوت دي بتاع الفريز اللي هو انا افترضت ان جوه هوا يعني هو اير فيلد، يعني ما تقولش هنا اوميجا تربيع ميو نوت ابسلون نوت خلاص تمام. تفهم قصدي؟ انا مش عاوزك تقول لي ان دي اوميجا تربيع ميو نود ابسلون نود، هو اي وسط بقى ان كان، بس اوميجا تربيع ميو ابسلون دي كده هو البروبوشن كونستانت داخل الانجايدد ميديا تمام؟ اه معاك يا دكتور. واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده كله هيجي بالتفصيل كمان شويه، اصبر بس تمام؟ معاك. طيب نكمل بقى، احنا قلنا خلاص اهوت عرفنا مبدئيا كده الكي سي عباره عن ايه، كل الكلام ده كله هيجي بعدين. المعادله الثانيه بقى انا عاوز اجيب الاي واي المركبتين التانيين اي واي و اتش اكس، يبقى برضو حفظهم سهل بالماتريكس، اقول له سالب واحد الماتريكس بس جاست بس ايه بتسال عليا الحفظ عشان اعرف احفظ المعادلات وانا بحل، واحد سالب واحد كسي تربيع افتح قوس هنا جاما تربيع سالب الاختلاف هنا بس سالب سالب جي اوميجا ميو وتحت سالب جي اوميجا ابسلون وهنا جاما تربيع وفوق هنا بارشل اي برضو فوق اي زد
لكن الاختلاف هنا باي بارشل واي، باي بارشل واي، وهنا بارشل فوق برضو بارشل اتش زد باي بارشل اكس. تمام كده يا شباب؟ اه معاك. اذا اهم حاجه عندي تحفظ الاربع معادلات دول دايما، احل بيهم في شغلنا كله، اذا كان بقى في البارير بليت او الكتانجل روب جايد او السيركل روب جايد او اي مسائل احل استخدم الاربع معادلات دول. اذا ممكن اقسم لك كده اثباتهم، دي سؤال ممكن اقول لك اسالك على اثباتهم في الامتحان، اقول لك جبتهم ازاي، تمشي الخطوات دي كلها مش اثبات في الامتحان، بس اهم حاجه لازم نكون حافظ الاربع معادلات دول عشان دول اللي احل بيهم. واضح كده يا شباب؟ في مشكله؟ في مشكله؟ موضوع بسيط واضح. اه واضح معاك يا دكتور. تمام كويس جدا. نيجي بقى نشوف بقى ايه موضوع الجاما دي بقى اهو. هاجي للمعادله دي تاني، عاوز اشوف هنا الكلام ده، المعادله دي اخد المعادله دي اشتغل عليها دلوقتي. يا دكتور هي مكتوبه جاما في بتاع مش جاما تربيع اصلا. فين مكتوبه؟ فين فين؟ بس انا واخد الجذر اهو، واخد الجذر اهو. اه قصدك هنا يعني فوق في الماتريكس. اه اسف يا شباب معلش، في الماتريكس انا كتبتها غلط معلش. يبقى هي المفروض في الماتريكس، يبقى المفروض زي ما مكتوبه في الكتاب انا كتبها غلط. دي جاما بس معلش، دي جاما مش جاما تربيع. خلاص دي جاما مش جاما تربيع. انا فاكرك بتتكلم على المعادله اللي تحت اللي هي الكي ال 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 لا انا كنت بتكلم على الماتريكس. الماتريكس اللي جوه الماتريكس جاما بس مش جاما تربيع، زي الكتاب كده. الكتاب صح، هو ده صح. دي جاما مش جاما تربيع. خلاص دي جاما مش جاما تربيع معلش. تمام كده؟ ما احنا اثبتناها من شويه، مش احنا اثبتنا المعادله دي؟ مش دي اللي احنا اثبتناها اللي هي فين اللي كنا الاي واي، اثبتنا الاي واي دي صح؟ كانت جاما، كانت جاما بس مش جاما تربيع. ماشي يا شباب؟ كنا اثبتنا المعادله دي اللي جواها دي جاما اهي. خلاص؟ ماشي كده؟ معاك. طيب دلوقتي بس عاوزين نتكلم بقى على الجزئيه الثانيه اللي احنا بقول عليها اللي هي موضوع المعادله دي. مش هقدر اقول كده في طرف كده ان جاما تربيع، جاما تربيع بتساوي كم بقى؟ جاما تربيع اوميجا تربيع ميو ابسلون ناقص كي سي تربيع. تمام كده يا شباب؟ تمام. مش كي سي تربيع ناقص اوميجا تربيع ميو ابسلون. انا سوري معلش ده زائد وده سالب، ده زائد وده سالب صح كده؟ كلامك مظبوط ماشي. اه معاك كده ماشي كده. تمام. طيب لو انا افترضت كده ان كيس التربيع دي هيت هديها، طبعا كيس التربيع احنا قلنا هفترض هسميها كده وديها الناحيه دي كده اسمها اوميجا سي تربيع ميو ابسلون ناقص اوميجا تربيع ميو ابسلون. انا بس سميت الكي سي تربيع بتساوي اوميجا سي تربيع ميو ابسلون. ده في مشكله اسمها جاما تربيع. تمام معاك. انا عملت حاجه كده، انا افترضت بس ان الكيس تربيع هو اسمها اوميجا سي تربيع ميو ابسلون فرض. هل في مشكله؟ لا تمام. طيب الجاما بقى بنفسها بتساوي كام؟ الجاما جذر تربيعي اوميجا سي تربيع ميو ابسلون ناقص اوميجا تربيع
يو ابس تمام كده؟ اه معاك. طيب مش احنا قلنا الجاما دي هي مفروض الفا زائد جي بيتا صح؟ طبعا انا بتكلم على ايه الجاما دي بتاع الجايد ويف جايد يعني، بس مش عاوز اكتر واكتب ان هي بتاع الجايد. الفا جاما بتساوي الفا زائد جي بيتا صح كده؟ تمام تمام. طيب مش احنا عندك ممكن يكون عندك احتمالين اثنين، يا اوميجا تربيع بيو ابسلون اكبر من اوميجا سي تربيع ميو ابسلون، يا اما اوميجا تي تربيع ميو ابسلون اقل من اوميجا سي تربيع ميو ابسلون، صح ولا لا؟ تمام صح. طيب اول احتمال، اول احتمال لو انت عندك الاوميجا سي تربيع ميو ابسلون اكبر من اوميجا تربيع ميو ابسلون، ايه اللي هيحصل؟ البيتا تبقى بصفر. البيتا هتبقى بصفر والجاما عباره عن ايه؟ الفا بس، يعني الجاما هتبقى ايه؟ ريال صح كده؟ بيور ريال مظبوط؟ اه معاك. هل ينفع يكون عندك ويف والجاما هي بس حاجه ايه اس الفا زد؟ كده يبقى في اتنيويشن والموجه هتضمحل يعني. الويف عباره عن اتنويتد ويف واسمها ايفينسنت ويف، وهتقل وهتمشي مش هتمشي مع الزد صح؟ الويف هتموت. اه تمام تمام خلاص تمام. الحاله الثانيه رقم 2 ان يكون عندي اوميجا سي تربيع ميو ابسلون اقل من اوميجا تربيع ميو ابسلون، يعني معناها كده اول ويف اللي عندك اوميجا تربيع ميو ابسلون اكبر من الاوميجا سي تربيع ميو ابسلون صح؟ يبقى الجامعة عندك عباره عن ايه بقى؟ جي بيتا صح؟ اه تمام. يبقى الجامعة عندك عباره عن بيور ايماجيني، يبقى الويف عندك بتمشي وما بتموتش صح؟ اه معاك. طيب مش ممكن اقول كده ساعتها يبقى الجاما بتساوي كام بقى؟ يبقى الجاما بتساوي كام؟ جي، وبدل ما اكتب بيتا اكتبها كده جذر التربيعي اوميجا تربيع ميو ابسلون ناقص اوميجا سي تربيع ميو ابسلون، ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام. ينفع كده ما ينفعش؟ ودي كده اسمها بيتا، ودي كده اسمها بيتا تمام. والبيتا هي عباره عن اوميجا تربيع ميو ابسلون ناقص اوميجا سي تربيع ميو ابسلون تمام، لان عندي اوميجا تربيع ميو ابسلون اكبر من اوميجا سي تربيع ميو ابسلون، هيبقى القمه موجبه مع الجي خلاص، يبقى طلعت الحاجه اللي فوق عندنا دي تمام. معاك يا دكتور. تمام، يعني ممكن اقول كده، اقول كده لو انت عندك كده ده محور الفريكوانسي وده محور حاجه اسمها او اوميجا، ودي حاجه اسمها اوميجا سي او اف سي، ودي محور اوميجا سي. لو انت عندك حاجه اسمها الاوبريتنج فريكوانسي، ده اسمه اوبريتنج فريكوانسي، او خلينا اللي فوق ده الاف اكبر من اف سي، يبقى انت عندك في ويف بروباجيشن، هنا في ويف بروباجيشن لو انت عندك الاف اقل من الاف سي، يبقى انت عندك هنا مفيش ويف، نو ويف بروباجيشن، ماشي كده يا شباب؟ اه معاك يا دكتور. اهو نطلع تاني بقى كده نشوف كده اللي احنا قلناه. اهو
فوق هنا اهو. قلنا اول حاجه لو انت عندك الاف دي اف اقل من اف سي مفيش عندك بروباجيشن لان عندك جاما ريال. لو انت عندك الاوميجا او الاف اكبر من الاف سي يبقى انت عندك ويف بروباجيشن، ويف هتمشي. الاف سي دي ممكن تكون عشان كده سموها سي كات اوف فريكوانسي او كات اوف ويف لينث او كات اوف ويف نمبر. يعني اذا ممكن اسمي دلوقتي الكيسي عندنا اسمها دي الكيسي بتاعتنا دي اسمها الويف نمبر. زي ما كده البيتا فاكرين زمان كان عندنا حاجه اسمها البيتا اللي كانت في الفريز بي زي ما احنا قلنا البيتا بتساوي اوميجا تربيع يو ابسلون. كنا احيانا في بعض الكتب بسميها حاجه اسمها كي. اذا الكي دي هي تمثل الويف نمبر بتاع الفريز بيس او بتاع ميديا لها ام يو ابسلون معينه. انما الكي سي ده كات اوف فريكوانسي او كات اوف ويف نمبر بتاع الميديا بتاعت الويف جايد بتاعتنا. تمام يا شباب؟ عشان كده جت اسمها سي كات اوف فريكوانسي او كات اوف ويف لينس او كات اوف ويف نمبر. تمام؟ اه معاك يا دكتور. اذا خلاصه الكلام لو انا عندي الفريكوانسي اللي ببعته في قلب الويف جايد اوميجا اكبر من الاوميجا سي يبقى انا شغال في ويف بروباجيت عندنا. لو اقل ما فيش ويف بروباجيشن. طيب الاوميجا سي دي بقى اجيبها منين بقى؟ قيمتها بكام؟ كنت قيمتها مثلا 1 ميجا مثلا سوري 1 جيجا 10 جيجا ايا كان قيمتها اللي ايه اللي عندنا. بحسبها ازاي؟ هقول لكم ازاي بحسبها ان شاء الله ما نخش بقى ايه في انواع الويف جايد بتاعتنا اللي هنتكلم عنها. يعني دي لها معادله بحسبها منها، الاف سي دي لها معادله والاوميجا سي لها معادله. واضح كده يا شباب؟ اه واضح يا دكتور. طيب لو انا بتكلم على نيجي بقى نرجع، لو انا بتكلم على الفريز بيس، هل الفريز بيس او الان جايدد ميديا ملوش كاتو فريكوانسي؟ السؤال بتاعي هل الفريز بيس او الانباوندد ميديا ملوش كاتو فريكوانسي او كاتو فريكوانسي بتاعته بكام؟ مش المفروض يا دكتور في الانجايد ده كي سي بتساوي صفر اصلا؟ بالظبط كده كي سي بتساوي صفر. يعني اوميجا سي بكام؟ كلامك مظبوط. يعني اوميجا سي بصفر؟ بصفر يعني لا اوميجا سي بصفر يعني كاتو فريكوانسي بصفر. يعني اي ويف اي فريكوانسي هتبعته في الانجايد هيمر هيعدي هيحصل له بروباجيشن. ما عنديش انا كاتو فريكوانسي في حاله الانجايد. انما لو دخلت بقى جوه الجايدد ميديوم لا في عندك كاتو فريكوانسي لازم ابعد بفريكوانسي اعلى من كاتو فريكوانسي عشان الويف بتاعتي تعدي جوه الويف جايد. تمام كده؟ اه معاك. عشان كده في الـ في الـ في الـ في الان جايدد او الفري سبيس الاف سي بتاعتنا بتساوي صفر. مفيش كاتو فريكوانسي عندنا. يعني اي فريكوانسي هبعد بيه هيحصل له بروباجيشن. واضح كده يا شباب؟ ماشي. تمام. طب دكتور هو مش كده المفروض البيت اللي بتتغير معايا برضك حسبناها الوسط من ناحيه البيو والابسون؟ اي بيتا بقى عشان بس نحدد البيتا بتكلم على البيتا بتاع الجايد اللي هو جايد عموما البيتا بتضغط اصلا حضرتك قلت في كاتو فريكوانسي اف سي يعني مش مفروض اصلا ان بيأثر على البيتا كمان ده الوسط يعني لو الوسط اتغير فالميو بتتغير والابسون بيتغير فبالتالي بتتغير. مين اللي بيتكلم باسمك ايه؟ محمود عاطف. محمود عاطف بص يا محمود حدد بس انت بتسال في سؤالك فين بتتكلم على اي بيتا. احنا قلنا دلوقتي في عندك في حاجه اسمها البيتا لو انا بتكلم بعمل بروباجيشن لل الانجايدد اللي هي اوميجا تربيع ميو ابسون. طب لو بشتغل على الويف جايد في له حاجه اسمها بيتا جايد اللي بتيجي من المعادله دي اللي هي او اللي هي بتيجي اللي هي دي اللي هي البيتا دي الحمراء دي اوميجا تربيع ميو ابسلون ناقص اوميجا سي تربيع ميو ابسلون تحت الجذر. دي البيتا جايد بتاع الويف جايد بتتكون من حاجتين. دي البيتا هي بتاع الفري سبيس البيتا اللي احنا عارفينها ودي كاتو فريكو اللي هو اوميجا سي تربيع ميو ابسلون اللي فيها الايه اللي كاتو فريكوانسي. دي بتتكلم على اي بيتا بقى؟ البيتا بتاعت الفريكوانسي. حضرتك عملت كاتو فريكوانسي قلت ان قبليه الويف مش هتتبعت وبعديها هتتبعت عادي بعد الكاتو فريكوانسي.
الكاتو فريكوانسي ده بارامتر. هقول مثلا عندي 1 جيجا مثلا هرتز، انا لما جيت حسبته في الويب جايد دي طلع عندي الكاتو فريكوانسي بتاع الويب جايد دي 1 جيجا هرتز. انا دلوقتي عاوز ابعت سيجنال، السيجنال ده لها فريكوانسي، لها اف، لها اف، هل الاف ده اكبر من 1 جيجا ولا اقل؟ لو اكبر الويب ده هتعدي في الويب جايد، لو اقل الويب ده مش هتعدي. تمام فهمت ولا ايه؟ ايوه. يعني انا عندي ويف جايد، بص عندي كده ويف جايد اهي، اللي هي دي ريكتانجولر ويف جايد، خلاص الريكتانجولر ويف جايد دي تصميمها له اف سي معينه، اف سي معينه حسبناها خلاص بناء عن ابعاد الويف جايد دي طلعت 1 جيجا هرتز. هنعرف ازاي بنحسبها بعدين كمان شويه. طب انا عاوز ابعت هنا سيجنال بقى بفريكوانسي معين، اشوف الفريكوانسي ده، لو الفريكوانسي ده اكبر من 1 جيجا يبقى الفريكوانسي ده هيتبعت جوه الويف جايد، لو الفريكوانسي ده اقل من 1 جيجا الفريكوانسي السيجنال دي مش هتبعت جوه الويف جايد. تمام. الكلام ده برضه لو كده اطبقه برضه على الانجايدد، الانجايدد ملوش اف سي، ابعت اي فريكوانسي هتتبعت في الفري سبيس. واضح كده؟ واضح كده يا شباب؟ اي سؤال هنا تاني؟ اي سؤال تاني هنا؟ لا خلاص يا دكتور. عاوزين بقى نتفرج على المطر بقى، عاوزين عشان نروح نتفرج على المطر. مش هينفع كده. طيب. فاحنا قلنا لو عندك اوميجا اقل من اوميجا سي هتلاقي ان الجاما بتاعتك كلها بيور ريال، مش مفيش نو ويب بروباجيشن. لو الاوميجا اكبر من اوميجا سي يبقى الجاما عندك بيور ايماجينري وهيبقى في ويب بروباجيشن، والبيتا بتساوي الكلام ده. طيب من الكلام ده اهو قلنا حسب الاف، لو اف اكبر من الاف سي يبقى في بروباجيشن، اف اقل من الاف سي يبقى فيش مفيش بروباجيشن. تمام كده ولا ايه؟ كويس جدا. انا كل اللي عملته دلوقتي احنا قلنا في البدايه خالص كنا انا مسحت. طيب احنا قلنا عشان احل البروبلم بتاعتنا اول حاجه محتاج اعملها ايه يا شباب؟ يعني كده يا دكتور؟ قلنا عشان احل البروبلم بتاعتنا واجيب الويب بارامتر واجيب الباور ترانسميتد والباور لوسز محتاج اعمل ايه؟ يعني هبدا منين قصدك؟ قلنا ابدا من احنا قلنا ببدا من ماكسويل ايكويشن ابدا من ماكسويل ايكويشن واجيب حاجه اسمها الويف ايكويشن صح؟ تمام. وبعد كده اجيب حاجه اسمها الفيلد فيلد كومبوننت صح؟ تمام. طيب لحد دلوقتي اللي انا جبته ايه؟ مش انا جبت كده جبت الفيلد كومبوننت الاربعه اللي فوق دول اللي هم اي اكس و اتش واي و اي واي و اتش اكس بدلاله اي زد و اتش زد صح؟ تمام. يبقى الخطوه دلوقتي لازم اجيب الاي زد و اتش زد عشان اقدر اجيب الاي اكس و اتش واي و اي واي و اتش اكس. تمام. طب ازاي بقى اجيب الاي زد او الاتش زد؟ اجيبهم ازاي؟ لازم اروح لحاجه اسمها الماكسويل ايكويشن تاني، اروح للماكسويل ايكويشن بالشكل ده كده. اذا هنا بقى ازاي اجيب الويف ايكويشن، اول خطوه هو ازاي اجيب الويف ايكويشن اللي هطلع منها اتش زد او اي زد. تمام ماشي كده. تمام كويس جدا. طيب اذا دلوقتي الهدف هنا ان انا اجيب من هنا الاي زد بكام والاتش زد بكام اللي هستخدمهم عشان اجيب الاربعه الكومبوننت الباقيين. هبدا من ماكسويل ايكويشن زي ما احنا قلنا، برضو بهمل هنا اللي هو اللوسز سيجما دي، وبهمل اللي بشتغل في السورس فري بعيد عن السورس، بهمل جي اكسترنال. طبعا عندي المعادلات ديت، هبدا امسك اول معادله اخد لها كيرل، اخد هنا الكيرل للمعادله دي، اخد الكيرل للطرفين يعني اصبح اسمها الدايفرجنس بتاع الاي بيساوي رو على الابسلون، بس ممكن نقول رو صفر يعني، بس عشان يبقى القانون كله مظبوط. طب ليه بقى؟ مش احنا عارفين كده ان الدايفرجنس بتاع الدي صح؟ قصدك الدايفرجنس بتاع الدي بتساوي رو في صح؟ بتساوي رو في، او الدايفرجنس الاي بيساوي رو على الابسلون. هي يعني. بس انا قلت لك شغال ايه، حاجه اسمها ايه سورس فري، يعني انا بعيد عن السورس، يعني انا جي اكسترنال بصفر
وكمان الشحنات كمان مفيش عندي شحنات بصفر. انا فاهم عشان بس يبقى الاربع قوانين صح لو حد هيكتبه ما كده. ما انا اسيومينج سورس فري. سورس فري دي معناها ايه؟ سورس فري معناها ان الرو في بصفر، مش كده حاطها بصفر على طول مره واحده، اما تكمنيش دلوقتي. والجي اكسترنال كمان شطها لك قال لك انها بصفر. تمام خلاص. لان انا اقول لك ايه، افترض انت عندك سورس فري ولوسلس ميديم، فانا بفترض ان السيجما دي بصفر لانها لوسلس، وافترضت السورس فري معناها ان الجي اكسترنال والرو في بصفر. تمام كده؟ اه معاك كده. تمام. اول خطوه اعمل ايه؟ اخد الكيرل المعادله الاولانيه، يبقى كيرل كيرل اي هتساوي كيرل اتش. هشيل كيرل اتش دي واعوض عنها بالمعادله دي، فهتتحول للمعادله اللي عندك دي كده. في مشكله؟ ماشي كده يا شباب؟ واضح كده ولا ايه؟ في مشكله؟ انا عملت كيرل كمان المعادله اللي فوق. اه ما انا خدت كيرل، عملت كيرل المعادله اللي فوق. تمام. للطرفين عملت كيرل للطرفين، فالطرف الاولاني اهو والطرف الثاني بقى كيرل اتش. شلت كيرل اتش وحط بدلها المعادله اللي تحت دي اللي هي جي اوميجا ايبسلون اي. تمام. اه معاك كده. تمام. طيب عندي كمان عندي حاجه اسمها فيكتور ايدنتيتي، ان انا ممكن اشير كيرل كيرل دي احط بدلها نابلا في نابلا في ديف اي ناقص جريد تربيع اي. خلاص. فانا شلت الايدنتيتي دي وحط بدلها الايدنتيتي دي كده. في مشكله؟ لا معاك كده. وانا عندي كمان ان ديف اي بتساوي صفر، فشلت الديف اي دي وشلت الترم الاولاني ده، بقى عندي بس سالب نابلا تربيع اي هتساوي اوميجا تربيع ميو ابسلون اي، فتطلع في اخر المعادله دي. حد كده في مشكله؟ لا تمام يا دكتور. تمام. هي دي بقى اللي اسمها الويف ايكويشن، هي المعادله دي. المعادله دي اسمها الويف ايكويشن، وانا قلت لك اوميجا تربيع ميو ابسلون دي احنا سميناها ايه؟ اوميجا تربيع ميو ابسلون دي سميناها ايه؟ احيانا بسميها البيتا بتاع الفري سبيس، بس عشان البيتا ما تلخبطش معانا هنا هسميها رمز تاني اسمه كي. خلاص اسمها كي، مش هسميها بيتا عشان ما تلخبطش مع البيتا اللي عند، بدل ما اقعد اكتب بيتا جايد وبيتا تانية، لا خلاص خلي الكي هي دي بتاع الفري سبيس والبيتا هي بتاع الوف جايد. واضح كده؟ اه معايا كده. اذا يعني ايه كي بقى؟ اقول تاني بقى يعني ايه كي؟ هي ديت تمثل البيتا بتاع الفري سبيس، او بيسموها الويف نمبر، اللي هي اوميجا تربيع ميو ايبسلون. طب ايه هي الكي سي؟ والكات اوف كات اوف ويف نمبر اللي هو اوميجا تربيع اوميجا سي تربيع ميو ايبسلون. واضح كده يا شباب؟ في مشكله؟ خلاص تمام. تمام كويس جدا. طيب اصبح ده عندنا المعادله دي بقى اللي احنا جبناها دي اللي تحت دي رقم دي بيسموها الهولمهولتز ويف ايكويشن. طبعا دي معادله فيكتور ايكويشن يعني برضو فيها اي اكس واي 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 زد. انا خلاص مش هحل مع اي اكس ولا هحل مع اي واي، دول هجيبهم بخطوه ثانيه. عاوز بقى احل بس مع الاي زد، عاوز اجيب الاي زد، فبحل بكتب المعادله دي كده بدلاله الاي زد اهي اللي هي نبله تربيع دي كده بارشل تربيع اي زد بارشل اكس تربيع زائد بارشل تربيع اي زد بارشل واي تربيع زائد كذا بيساوي صفر. حد كده في مشكله؟ لا تمام معاك. اذا احل المعادله بتاع الويف ايكويشن دي بس مع زد، مش هحلها مع اكس ولا واي، هحلها بس مع زد لان عاوز اجيب اي زد. وبالمثل ما اجيب اتش زد برضه هحل نفس الكلام ده واجيب اتش زد اهو. يعني اللي انا عملته فوق ده هعمله تاني عشان اجيب المعادله دي، هي نفس المعادله. حد كده في مشكله؟ لا تمام معاك كويس جدا. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى، مش احنا قلنا فرضين من اصلا من الاول ان الاي زد او الاي عموما يعني تتغير مع اي اس سالب جاما زد صح؟ اه تمام. يعني البارشل باي بارشل زد يساوي ايه؟ سالب ايه؟ سالب جاما. سالب جاما، مش احنا لسه الوقت قايلين عشان يكون عندي ويف لازم الجاما دي تكون بتساوي سالب بتساوي جي بيتا. تمام. يبقى انا هفترض يبقى لازم الجاما يكون سالب جي بيتا. حد كده في مشكله؟ لا تمام معاك يا دكتور.
طيب يعني البارشل تربيع باي بارشل زد تربيع تمثل ايه؟ تمثل جاما تربيع او ربع الكلام ده تمثل بيتا تربيع، يعني ده كأنها جاما تربيع او ايه؟ معايا شباب؟ مش سالب بيتا تربيع؟ اه ما انا بقول لك يعني بارشل تربيع بارشل زد تربيع بتسوي تمثل كام؟ تمثل جاما تربيع. تمام صح؟ طب والجاما نفسها اصلا بتسوي كام؟ جي بيتا. جي بيتا اهو. يبقى دي كام؟ سالب بيتا تربيع. تمام. مظبوط كده؟ اه معاك كده. تمام كويس جدا. طيب لو انا جيت بقى شلت الترم ده اهو وحطيت بداله ايه؟ جاما تربيع او سالب بيتا تربيع؟ سالب بيتا. اه خليها ان جنرال يعني خليها سالب جاما تربيع، مفيش مشكله، خليها سالب جاما تربيع او سوري جاما تربيع. خليها جاما تربيع. هيطلع منه ايه في الاخر المعادله دي؟ اهي مبتهاش. طيب ماشي. هبدا بقى اقسمها، يعني في الاخر ده هيطلع المعادله دي عباره عن كام بقى هنا؟ بارشل تربيع اتش زد، سوري خلينا في المعادله فوق، بارشل تربيع اي زد باي بارشل اكس تربيع زائد بارشل تربيع اي زد باي بارشل واي تربيع زائد الترم ده. مظبوط كده؟ اه تمام. طيب هاجي هنا اهو، خليني اكتبها كده. ترمين دول كده. هتساوي سالب بيتا تربيع فين اي زد زائد كي تربيع اي زد. تمام كده؟ اه معاك كده. طيب هقول تاني، ايه المقصود بالبيتا؟ الاتنيويشن كونست. الاتنيويشن؟ لا البيتا، البيتا مش البيتا دي اللي هي بتاع فري سبيس او الجايد قصدي؟ الجايد اللي هي الفيز شيفت كونست بتاع لوف جايد. تمام. وايه الكي؟ قصدي الفيز كونست، معلش. اه الفيز وايه الكي؟ اللي هي الويف نمبر بتاع الفري سبيس. الفري سبيس. طيب لو انا افترضت بقى ان انا شغال اصلا فري سبيس يبقى البيتا مش هي نفسها الكي. تمام. صح؟ يبقى الترم ده هترمع الترم ده ولا لا؟ تمام. يبقى انا لو انا شغال في الانجايدد هتبقى لك بس المعادله اللي هو الترمين الاولانيين بيساوي صفر. تمام كده؟ اه معاك كده. لان في الحاله ديت الكي هتساوي البيتا. ايوه الكي سيب صفر فهتروح مع بعضها. لو انا شغال فين؟ لو انا شغال في الـ في التي اي ام او الجايد الانجايدد يبقى الكي بيساوي بيتا، يبقى اصبح بس المعادله اللي عندك دي اللي موجود. تمام كده؟ اه معاك كده. تمام. همسك بقى الويف ده ابدا ادرسه. ما لو انا شغال على التي اي ام ويف لوحدها قلنا الترم ده يروح مع الترم ده، الاثنين يروحوا مع بعض، يتبقى لك بس اول ترمين بس في المعادله دي. تمام؟ لان الكي هتساوي هيكون بتساوي بيتا، يعني الكي سي بتساوي صفر. ماشي كده؟ ايوه معاك كده. طيب كويس جدا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه لو رجع تاني للمعادلات اللي هي دي، المعادلات دي تمام؟ ايوه معاك كده. طيب لو انت دلوقتي عندك الكي سي بتساوي صفر، واحنا قلنا في حاله ده في حاله الكي سي بتساوي صفر في حاله ايه؟ الفريز بيس او الانجايدد ميديوم صح؟ ايوه تمام. طيب وش احنا مش احنا قلنا في التي اي ام او الانجايدد ميديوم اي زد واتش زد الاثنين بيساوي صفر؟ قلنا الاي زد
طب ما كده الاي اكس والاتش واي ملهاش قيم كده هيساوي صفر والاتش زد بكام بيساوي صفر اه تمام خلاص يعني التفاضل بتاعهم بيساوي صفر يعني الترم ده يطير هيبقى بصفر والترم ده هيبقى بصفر والترم ده هيبقى بصفر والترم ده هيبقى بصفر يعني وهيبقى عندك ان صفر على صفر وصفر هل ينفع صفر على صفر لا ما ينفعش اذا في حاله الانجايدد ميديوم او التي ام مود ما ينفعش احل بالايكويشنز دي الايكويشن ده هستخدمها بس في الحل لو انا عندي جايدد ميديوم تمام اه معاك كده اذا الايكويشنز دي بس صالحه لو انا بشتغل في الانجايدد ميديا انا عندي المركبات اللي اسمها ازيد والايكويشنز دي موجودين غير كده وعندي كيسي موجوده غير كده مش هحل بيهم جايدد ميديوم صح اذا دي بس احل بيها لو انا في طب الانجايدد بقى هبدا احل بقى هبدا بقى ملوب ايكويشن تاني اهي هبدا ملوب ايكويشن ده اللي انا كنت بدات بيه ده اهي بس هنا بدل ما احل في الاي زد بدل ما كنت هنا بحل للاي زد دي بحل للاي زد لا هجيب بقى انا طبعا عندي زد بصفر احل بقى الاي اكس او اي واي زي ما انتم خدتوا السنه اللي فاتت في حاله الفري سبيس بدات احل بالنسبه للمركبات اللي هي مش لينجوديدونال لينجوديدات اللي هي ترانسفيرز هبدا برده من ماكس والايكويشن وابدا احل من هنا كده يعني مش هجيب الايكويشنز اللي فوق عشان الناس تكون فاهمه احنا بنعمل ايه واضح كده يا شباب اقول تاني خلاص تمام اذا في حاله الفري سبيس او الانجايدد ميديوم عشان اجيب الفيلد كومبوننت ببدا من ماكس والايكويشن زي ما احنا بدانا كده بس ما بحلش هنا في اللونجيتودينال كومبوننت لا بحل في الترانسفيرز كومبوننت اي اكس او الاي واي وابدا اجيبها وابدا اجيب اكمل بجيب المجال وما بستخدمش الماتريكس اللي فوق دي لان الماتريكس دي كده بجيبهم بدالات الاي زد والاتش زد واحنا عند الاثنين دول عندي بصفر وعندي الكيس بصفر ما بحلش بدول واضح كده تمام اه معايا كده نيجي بقى خلصنا كده تي ام ويف اهيت اجلها شويه لان عليها شغل كتير نيجي بقى اللي بعد كده لو انا عندي الفين ده طبعا هرجع لها تاني لو انا عندي تي ام ويف قلنا احل بقى بالايكويشنز دي تي ام ويف معناها ان عندك الاتش زد بصفر اذا لازم احط الاتش زد بصفر تحت كان هنا بارشل اتش زد ببارشل واي وهنا بارشل اتش زد ببارشل اكس حطيتهم بصفار وعندي اي زد لا يساوي صفر فابدا بقى استخدم الماتريكس دي واجيب الاربع مكونات دول تمام اه معايا كده وهبدا بالمعادله دي هبدا بالمعادله دي عشان اجيب الاي زد نفسها الاي زد اللي هجيبها هستخدمها هنا اذا في تي ام بستخدم الماتريكس دي وببدا بالويب ايكويشن عشان اجيب الاي زد وابدا احطها هنا وابدا اجي احسب الكومبوننت بتاعتها واضح كده اه معايا كده طيب في التي اي بقى العكس التي اي عندنا الاتش زد الاي زد اللي بالصفر والاتش زد موجود فبحط هنا صفر وهنا صفر وببدا برضو استخدم المعادلات دي وهشتغل هنا على الاتش زد لان عندي الاي زد اللي بصفر فهشتغل على الاتش زد برضو اجيبها برضو من ماكس والايكويشنز واجيب الاتش زد وابدا اجيبها الاول بعدين احطها في بعضيها وابدا اجيب الاربع كومبوننت اذا حساب التي اي والتي ام زي بعض ببدا من الماتريكس وابدا من ماكس والايكويشنز وابدا اكمل حلي تمام ماشي كده يا شباب تمام بس دلوقتي بقى هنعوض عن الاتش زد بكام ما انا هحسبها بقى هجيبها انا هنحل المعادله دي هنحل المعادله دي هحلها لسه كل ده هيجي بقى في تفصيل بقى الويف جايد بتاعتك ايه حسب نوع الويف جايد عندك ابدا احل المعادله دي تمام هيجي لسه انا بس دلوقتي بشرح لك الخطوات بعمل ايه تمام ماشي كده اه معاك كده هو ده شرح بس كده ايه تفصيلي كده يعني بالاجمال كده انا بعمل ايه بعد كده ان شاء الله كل حاله لها حاجات مختلفه عن الثانيه هبدا احسب اتش زد بجيبها ازاي ومعادلتها عامله ازاي وابدا اعوض بيهم في الماتريكس وابدا اجيب الاي اكس والاي اتش واي والاي واي واتش كل الكلام ده اجيبه واضح كده تمام معاك كده طيب نيجي بعد كده بقى للتي ام التي ام ده مختلف شويه سمحت يا دكتور ممكن كفايه كده لان النت عندي عمال يقطع والكهرباء برضو قطعت اكتر مره وجت ومش انا لوحدي في كده حد اشتكى على الجروب برضو من نفس الحوار خلاص التي ام دي يا شباب ونطول يوم الثلاث خلاص التي ام دي خلاص احنا كده وقفنا على التي ام نشرح المره الجايه ان شاء الله تي ام بنجيبها ازاي والاكزامبل بتاعها في حاله البارل بليت اللي هو تحت ده اللي هو ده البارل بليت ده في التي ام خلاص
فنوقف لحد كده النهارده ان شاء الله عشان برضو ظروف بتاع الجو والنت. فاحنا واقفين كده ان شاء الله هنبدا شرح بالتي اي ام ازاي بحل الكيس بتاع التي ام والاكزامبل بتاعها بتاع البارل بليت. واضح كده؟ ماشي يا شباب. خلاص تمام يا دكتور. اي استفسار هنا؟ الوحيد اللي بيتكلم مع محمود ومحمود محمد. اه معاك يا دكتور. عاوز حد غيرك يا محمود يتكلم معايا المره الجايه؟ ماشي 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 يا شباب. يلا السلام عليكم.